السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله منورين. كويس يا معالي، طبعا أنا جبت لكم تطبيق اللي هو بنزل الريكفري المعدل في الهاتف بتاعك من غير كمبيوتر، لكن التطبيق بيحتاج شنو صلاحيات الرود، يعني أنت لو ما عندك رود التطبيق ده ما حقك، تمام؟ أو هو عن طريق وتقدر تنزل الريكفري لكن تنزل عن طريق الكمبيوتر، عندك الخيارين. إذا التطبيق ده يخليك تنزل الريكفري عن طريق الجهاز وعندك رود، أو عن طريق الكمبيوتر. وضحت الفكرة؟ قبال ما نبدا اي حاجه ركز معي، الموضوع ده محتاج تركيز عشان ما تضيع الجهاز بتاعك. كويس، في اسوأ الفروض لو جهازك علق، كويس انت لازم يكون عندك الروم الرسمي بتاعك قاعد في الكمبيوتر، تمام؟ كويس، اول حاجه التطبيق عندها لو قدامي اللي هو سهم طالع وسهم نازل، كويس اسمه اوفيشال تويرب اي اللي هو ابس باعتباره الاي دبل بي، كويس اوفيشال تويرب ابس اللي هو التطبيق الرسمي بتاع شنو؟ بتاع توير. كويس، طبعا ده احسن يا جماعه ريكفري معدل للتليفونات، احسن ريكفري معدل. كويس، التطبيق طبعا بيحتاج صلاحيات الرود. كويس، نضغط على التطبيق ونفتحه. كويس، بيديك الخيار الاول توافق عليه، الثاني توافق عليه، الخيار الثالث دي عندك يا توافق يا ما توافق، اللي هو ده بتاع شنو؟ بينقل الاحصائيات بتاعتك عن طريق التطبيق عشان يطور التطبيق، ممكن توافق عليه وممكن ما توافق عليه حسب شنو حاجه انت دايره. نضغط على موافق. كويس، بديك ثلاث خيارات، تمام؟ الخيار الاول اللي هو توير فلاش، تمام؟ ده اللي هو بننزل منه الريكفري من الموقع بتاعه، تمام؟ هسه هنخش الموقع. الخيار الثاني اللي هو باك اب، كويس اللي هو بتعمل باك اب اللي هو شنو؟ ليه اللي هو الريكفري او البوت، ملف البوت بتاعك ممكن تعمل له ريكفري، تمام؟ قبل ما تعمل اي حاجه لو انت قدرت تعمل اللي هو الملف البوت ده اللي بيخلي الجهاز يعلق، كويس ممكن انت تدوسي على الخيار بتاع اللي هو باك تو بوت، تعمل له اللي هو نسخ احتياطي، تمام؟ تعرف هنا الفولدر بتاعك وين؟ طبعا هنا عامل الاس دي، كويس الاس دي اللي هو هنا اللي هو الذاكره بتاعت الجهاز. كويس، دار تعمل الخيار الاول اللي هو باك اب ريكفري، دار تعمل باك اب للريكفري قاعد في جهاز اذا كان رسمي اي حاجه تعمل له باك اب، كويس تعمل نسخه احتياطيه. كويس، انا دار اعمل نسخه احتياطيه لملف البوت، تضغط عليه نعمل اوكي، قال لي باك اب كويس كومبليت سكسيفول، يعني نجحنا احنا نعمل شنو الخيار بتاع الباك اب. كويس تمام، عملنا الباك اب. بنستفيد من شنو؟ في بعض الاجهزه طبعا اذا اللي هو التليفون علق معك ممكن من خيار ريكفري معدل اذا نزلت ملف البوت الجهاز شنو يشتغل عادي، كويس، او في اجهزه الا عن طريق الكمبيوتر تنزل لها شنو سوفت وير عديل عشان شنو التعليق فيك. كويس، وطبعا الخيار ده يعني في النهايه طبعا التطبيق ده منزل لك الريكفري بامان وما في اي مشكله، لكن دي اسوأ الافتراضات بتاعتنا، تمام؟ احنا نرجع من الباك اب بتاعنا. كويس، الخيار الثالث اللي هو ده اللي احنا ما وافقنا عليه ده اللي هو بتاع الاحصائيات، احنا ما نوافق عليه عشان ما ينقل بياناتنا. كويس، هو طبعا ما بيعمل فيك اي حاجه لكن شنو عشان انه يطور التطبيق. نمشي للخيار الاول اللي هو توير فلاش، تمام؟ هنا قال لك سلك درايف اللي هو يعني سلك الهاتف بتاعك، كويس يعني نوع الهاتف بتاعك، كويس اسمه شنو، تمام؟ عندي كل الاجهزه طبعا، هو يا جماعه ما بيدعم كل الاجهزه، كويس اكتب اسم جهازك هنا بالظبط وبالصح عشان يظهر لك، ده الخيار الاول. الخيار الثاني قال لك سلكت فايل تو فلاش، يعني انت لو عندك استر ريكفري قاعد كويس سيخته، لكن لازم تكون شنو اي ام جي اللي هو ايمج هنا قاعد في الجهاز، ممكن تعمل له سماح وتشيل الملف بتاعك وتنزله طوالي. وضحت الفكره؟ نحن لو افترضنا ان ما عندي اصلا هقوم اكتب اسم الجهاز بتاعي، كويس هكتب هنا والله فوق في الخيار هنا سامسونج، تمام كويس جالكسي، لازم تكتبه صح يا جماعه، تمام جالكسي. شوف في حاجه غلط ولا ما في حاجه غلط، ركز في الحته دي. كويس، لاحظ طوالي اختفى معي ليه؟ لانه انا في حاجه عملتها شنو؟ عملتها غلط، تمام؟ لازم تكتب اسم جهازك شنو؟ صح جالكسي نوت، بعد كده ممكن تكتبه كله ممكن تفتش يا ربي نوت 5 وين؟ شوف انا جهازي طبعا نوت 5 عندها لقيته. كويس، قال لي هنا نوت 5 لسه، بعد ما تضغط هنا بيديك نوع الموديل بتاعك، طبعا انت لو ما عارف نوع الموديل بتاعك تمشي لوين؟ تمشي للضبط حول الجهاز تلقى وين اللي هو موديل الهاتف او اللي هو يسموه رقم الموديل بتاعي، طبعا انا هنا اللي هو 920 اس، تمام؟ نمشي للتطبيق نشوف
هنا انا عندي اللي هو اس ام ان 920 اس اللي هو اخر خيار، النسخه بتاعتي كوريا. تمام، انت طبعا ممكن جهازك يكون اي نوع، نضغط عليه. تمام، ركز معي، الخيار الاول اللي هو احدث ريكفري، احدث شنو؟ ريكفري اللي هو 4 3 4 0 0، لكن لاحظ معي في نهايته اللي هو الصيغه بتاعته تي ار تي اي ار اللي هو طار، والبعدي طوالي نفس الرقم لكن صيغه بعد شنو؟ اي ام جي. وضحت الفكره؟ كويس. الفرق شنو؟ قال لي الطار بتنزل عن طريق الكمبيوتر، تمام، والاي ام جي بتنزل عن طريق شنو؟ عن طريق اللي هو الريكفر المعدل في الجهاز. نحن حنختار شنو الخيار الثاني؟ الخيار الاول اذا انت ده تنزل عن طريق شنو؟ الكمبيوتر. ضغطنا عليه وقال لي، قال لي داونلود، على اوكي. حينقلك طوالي شنو للمتصفح بتاعك عشان ننزل شنو، عشان ننزل اللي هو السوفت وير او الريكفري المعدل. كويس، ركز معي كويس، شايف الخيار ده داونلود تويرب 3 4 0 0؟ كويس، رقم الموديل بتاعي. كويس كويس، هنا ده بضغط عليه. كويس، بديني تنزيل. طبعا انا الملف اصلا عندي موجود، كان لاحظت قال لي اللي هو الاسم بتاعي واداني رقم واحد، رقم واحد ده معناه اصلا الملف قاعد عندي، بعمل على تنزيل وبينزل عندي في الجهاز. كويس، انا ما هنزله لانه اصلا عندي. كويس، بعد ما ينزل عندك طوالي، كويس، هنختار من هنا نشوف احنا نزلناه وين. انا طبعا حقي قاعد في الداونلود، بمشي اشوف الداونلود وين. كويس، بضغط عليها بلقى الملف، بعمل فوقه صح، بعمل سيلكت. كويس، الخيار الاول اللي هو قال لي حالة الجهاز. كويس، انيبل. كويس، انا حقي اللي هو تي اس كي تي. تمام، قال لي هنا اللي هو الخيار الثاني اللي هو الفلاش بتاعي اللي هو صيغته 3 4 0 0. تمام، كويس، هناخد شنو الخيار الثاني اللي هو فلاش تو ريكفري اللي هو ده التنزيل بتاعه في التليفون. الخيار الاول اللي هو شنو بتاع الداونلود اللي احنا نزلناه قبل، هنضغط على شنو؟ على الخيار الثاني، ضغطنا عليه. كويس، بيعمل في شنو؟ في عملية بتاعة تفليش، قال لي تم. تمام كده احنا شنو؟ نجحت الفكرة. تمام كده شنو؟ البتاع الريكفري بتاعي يتفلش في شنو؟ في الجهاز بتاعي، والجهاز هيشتغل. بعد كده هندخل على شنو؟ على وضع الريكفري، وهنلقى الريكفري بتاعي قاعد. كويس، في حاجة، في أسوأ الفروض لو الجهاز بتاعك دخل الريكفري. كويس، وانت داير تعمل له إعادة تشغيل ولقيت الجهاز علق على شنو؟ على الاسم بتاع الشركة بتاعتك، هتعمل شنو؟ كويس، طبعا يا جماعة احنا قلنا الملف جبال بتاع البوت اللي عملنا له، كويس، اللي عملنا له باك اب، ممكن تنزله عن طريق اللي هو الريكفري ذاته. كويس، هتخش في الخيار اللي هو على يدك الشمال، اول خيار اللي هو انستول. كويس، بتجيك ملفات، بتجيك تحت خيارين. كويس، الخيار الاول اللي هو بيجيك اللي هو سيلكت سترونج اللي هو الذاكرة الخارجية او الداخلية، تختارها من هنا. بيديك على يدك اليمين الخيار التحت اللي هو بيديك شنو، بيقول لك الانستول ايمج او ام اي جي. كويس، اللي هو عن طريق الايمج، صيغته ايمج بيثبت معك. تمام كويس، هتضغط عليه عشان تجيك الملفات بصيغه ام، بصيغه اي ام جي، يثبت معك. لو ده تثبت ملف بصيغه زد اي بي بيجيك شنو؟ انستول. كويس، زد اي بي، لكن الخيار بتاع انستول زد اي بي ما بيجيك لانه اصلا هو بيثبت عن زد اي بي. عشان تغير الايمج هتضغط على شنو؟ انستول اللي هو شنو؟ ايمج، عشان شنو؟ يديك الخيار بتاع تثبيت اللي هو بتاع البوت بتاعك، تعمل له شنو؟ اعاده بتاعت تثبيت. كويس، ثبته. كويس، لو الجهاز كان معلق بيشتغل معاك طوالي. طبعا ممكن في جهاز لو عملت له فورمات زي ما قلنا الطريقه هلقاها في الفيديو بتاع المره اللي فاتت، كويس، بيشتغل معاك. في جهاز لو علق معاك الا تنزل له شنو؟ سوفت وير من جديد. وضحت الفكره؟ كويس، انا بعد ما شنو؟ بعد ما ثبتت الكلام ده ولسه يعني احنا قلنا اللي هو فلاش تو ريكفري اللي هو ثبتناه، ممكن نعمل حركة دي تاني. لاحظ معي؟ قال لي انتهينا خلاص. تمام؟ كويس، نمشي بعد كده نخش في وضع الريكفري. وضع شنو؟ الريكفري بتاع الجهاز. طبعا ممكن تقفل الجهاز ونخش في وضع الريكفري زي ما انت داير، بالطريقة اللي انت عارفها حق جهازك. لو انت ما عارف ممكن تخش شنو؟ عن طريق اللي هو شنو؟ انا عندي شنو؟ المجلس مانجر، ادوس هنا. قلنا فوق الخيار فوق ده بتاع الدائره ده بيقول لك شنو؟ اعاده تشغيل الى شنو؟ الى وضع الريكفري. حينقلك على شنو؟ طوال على الريكفري اللي احنا نزلناه في الجهاز بتاعك، وهسه حنشوفه بالشكل اللي احنا شنو؟ نزلناه بعد شويه. وضحت الفكره؟ اذا دي كلها كده احنا نزلنا ريكفري معدل للجهاز. كويس؟ نزلنا شنو؟ ريكفري معدل للجهاز، نخش عليه ونشوف الريكفري اللي احنا نزلناه.
كويس. بعد شوية الجهاز بيكون بيحمل، بيفتح لي الريكفري. فتح طبعا ده الريكفري، ده الشكل بتاعه من بره، ده الشكل الداخلي للريكفري. بعد شوية همشي على ريبوت سيستم، هنا الريبوت آخر خيار تحت على يدك اليمين، حديك اللي هو 4 خيارات. كويس تمام، هنختار اللي هو سيستم اللي هو إعادة تشغيل السيستم. تمام، لو اخترت طبعا باور اوف معناها ايقاف التشغيل، لو اخترت ريكفري معناها همشي للريكفري، لو اخترت الخيار الرابع اللي هو داونلود معناها خشيت لوضع الداونلود. وضحت الفكرة؟ كويس كده. بعد شوية الجهاز بتاعي هيقوم يفتح. كويس طبعا نجيتكم مراجعة تاني بعد ما ثبتت الريكفري واشتغل عندي في الجهاز تمام من غير اي مشاكل. كويس، نمشي نشوف اللي هو الملفات بتاعتي، يبين لي انا مش عملت نسخ احتياطي اللي ملف البوت. عندها لو ركز معايا قال لي ريكفري. كويس اي ام جي، ده شنو ده ملف البوت؟ تمام، هو طبعا يكتب لك بوت ام اي جي، لكن كتب لك ريكفري ام اي جي. ممكن تعدل شنو؟ تعدل الاسم. والبوت ده ممكن تخطه تحتفظ بيه ولو علق جهازك بعد الاجهزه طبعا. لو انت عملت لها اعاده تثبيت خلاص الموضوع معاك شنو بيشتغل، ما عندك اي مشكله من الريكفري المعدل بيشتغل طبعا. في اجهزه الا قلنا شنو سوفت وير من جديد، عشان كده تعمل حسابك في التثبيت، دي أسوأ الفروض قلنا. لكن طبعا التطبيق ده مضمون وثبته عادي من غير اي مشاكل، وجهازك ان شاء الله ما فيهوش في التعليق ولا اي مشكله. طبعا دي قلنا أسوأ الفروض. تمام، وكده احنا يا جماعه وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الاشعارات، ولو في اي حاجه غلطتك علق لي تحت في التعليقات وانا برد عليك ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.